السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تعليم الرندا للمبتدئات. اليوم ان شاء الله غنوريكم الدريس اللي كاين في الصورة. غنحتاجو العقيق ديال الجوهر نمرة 4 والبرا نمرة 7. كنت خدمت لكم هاد رندا الحبكة، هادي كتخدميها فوق منها، ضروري تخدمي فوق منها. يا اما كديري عرستر واحد الاول وتخدمي ديريكت هاد الدريس هذا اللي كيجي زوين بزاف، يعني بحال التاج. ومن بعد كتبداي يعني كديري على واحد وتخدمي. بغيتي ديريهم بثلاثه يعني كيجي واحد المنظر رائع، في شق فيطين بحال هذا كتجي حتى هي زوينه. يعني غندير لكم بسم الله بحال اول وحده هكا، نحضر على ثلاثه ديال الشعرات باش كتجينا مزيان. الاولى كنخدم فيها كناخذ العقيقه ديالي كننقز وحده ونضرب في الثانيه، كناخد ثاني عقيقه ثانيه. كل ضريس كنديرو فيه ثلاثه ديال العقيقات، كيجي بحال التاج. ثاني كننقز وحده ونضرب في وحده، هكا. دابا غادي نرجع في هاد العقيقة هادي، هاهي، وناخد عقيقة أخرى حتى هي كذلك نديرها هنا. ودابا غنرجع في هاد الأولى، العقيقة الأولى اللي درت غادي نرجع فيها بحال هكا. شو يعني كنخليه هنايا بحال هكا. دابا الاولى اللي خدمت فيها اللي كنت بديت فيها هي اللي غادي نضرب فيها، نعاود نثبت فيها هاد الحرير ديالي هاد ميتو. دابا غادي نجي هنا هاد الخيط، هاد الحرير، هاد البلاصه اللي شديت الاولى، غادي ندير واحد خويط واحد المسافه هكا اللي غادي نحبك عليه من بعد ان شاء الله. دابا غادي نعاود ثاني هنايا، هادي كذلك حتى هي غادي ندير فيها واحد الخويط، وما كنزيروش، كنخليه شويه مطلوق هكا، كنخليه حيت غادي نحبك فيه. وكنجي ماشي هذه اللي خدمت فيها اللي حداها، وتم ندير فيها واحد غريزه بحال هكا. دابا غادي نرجع للراس، اشنو غادي ندير؟ غادي نرجع هكا. تقدري ديري فيه ضربي يعني غرزه في الجناب وترجعي، او ترجعي عادي هكا تخبلي بحال هكا ترجعي فيهم صافي حتى هنايا بحال هكا. بهذا الشكل كتجي هنايا، وكنثبتو ثاني الحرير ديالنا الغرزه ديالنا باش كتجي العوينه مقدمه تجي مزيانه. دابا غنبداو نحبكو. عندنا هنايا جوج غطامه كنهزوهم بجوج ونحبكو عليهم، ها واحد شي الحبكه كتكون كندير وسط من الحرير ديالي، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، ها سته، ها سبعه. كنحسبو الحبكه. دابا غنقزو الفوقانيه. دابا ها هي جوج كنهزوهم بجوج، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثة. كنضربو ثلاثة الأولين، ومن بعد كنديرو واحد غريزة عين هكا عادية، وكنديرو فيها الضريس ديال واحد بحال هكا، واحد جوج، تندورو ثلاثة باش كيجينا واقف مزيان. كنديرو فيها ثلاثة بحال هكا، الضريس ديالنا ديال واحد كنديرو عادي هكا، ندوروه شويه ونشدو باش يبقى لينا واقف. دابا باقي لينا ثلاثه الحبكات، غنديرهم هنايا في الجنب ديالو، واحد، جوج، ثلاثه، ما كملنا. دابا غنقزو الاخرى، هادي فيها حتى هي جوج نهزوهم، ها واحد، ها جوج، ثلاثه. عندنا سته اللي كنديرو هنايا، سبعه، حتى دير سبعه، خمسة، ستة،
7. دابا غنثبتو الاخره ديالنا في نفس البلاصه اللي بدينا فيها على المعاق. شوف كيفاش كيجي بحال التاج. نعاود لكم ان شاء الله واحده اخرى. نضربو هنايا نقزو وحده ومن بعد نبداو ان شاء الله ثاني. شوف نتمنى ان يعجبكم ان شاء الله، واللي ما مشاركاش معنا في القناه تشارك باش يوصلها ديما الجديد. هانتوما كنقزو وحده ونبداو ثانيه. نديرو ثاني رقيقه اخرى، نتمنى يكون واضح ليكم وتطبقوه. راه ساهل يعني، ما كيحتاجش بزاف ديال الوقت وداغي كيطلع بالزربه. نرجعو ثاني هنايا، ها هي. دابا غنديرو وحده اخرى، كنخدم غير بشويه باش تفهموا البنات. هانتم نعاودو نرجعو في الرقيقه الاولى هكا. ودابا غادي نثبتو هنايا، ما كنزيروش هادي باش كنقدروا نخدموا فيهم. شتيهم كنخليو واحد شويه واحد المسافه. دابا غنجيو هنا غندير واحد غريزه هنايا، وهاد الخويط هذا يبقى محلول هكا. ونعاودو نديرو هنايا ثاني في نفس الوقت، كنشدو هاد الخيط هذا باش ما يتزيرش لينا. دابا غادي نضربو هنا شوره ساهل. هنايا كنرجعو دابا نرجعو فيهم باش نجيبو الحبكات ثاني. نرجعو عادي بلا ما ديري لا ورزه لا والو، رجعي فيهم عادي حتى الاخر وتبتي بواحد غريزه هنا في الاول هكا بحال هكا. دابا ودابا غنبداو نحبكو ثاني. عندنا جوج خيوط كنهزوهم بجوج بحال هكا، كنهزوهم بجوج واحد، كنديرو سبعه الحبكات، جوج ثلاثه اربعه خمسه سته ها سبعه بحال ما هكا. دابا غنقزو لهادي، كنهزوهم بجوج واحد جوج ثلاثه. دابا غنديرو واحد العوينه هنايا، غنديرو الضريس ديال واحد بحال ما هكا هيا، وغنديرو فيه ثلاثه دورات بحال ما هكا باش كيجينا واقف مزيان. نديرو ثلاثه، قربي سالي الخيط، راه الخيط نوريكم كيفاش كتخدموا عليه ان شاء الله، ومن بعد كتحيدو. بقاو لينا ثلاثه هنايا من الجنب ديالو، ها واحد ها جوج ها ثلاثه. وهنا غنهزو هاد الاخيره هادي جوج تا هما، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه تا سبعه. دابا غنثبتو هادي في نفس البلاصه اللي خدمنا فيها باش كيجينا، ونبدا وحده اخرى هكا. شوف الشكل ديالو، نتمنى انه يعجبكم. كيجي بحال التاج يعني، شكل رائع وساهل يعني، ما كيحتاجش واحد المجهود كبير. نعاود لكم وحده اخرى ان شاء الله. نتمنى دابا غنوريكم باش تحيدوا الحرير اللي سال لكم كيفاش تخدموا عليه وتحيدوه ان شاء الله. غنقصو هادي ونديرو هنايا. دابا غني نعاودو نديرو عقيقة اخرى. تقدري ديري اللون اللي بغيتي يعني، ماشي ضروري ديري الكرونه، اللون اللي حبات خاطرك انه تستعمليه هكا. دابا غنثبتو هنايا في نفس البلاصه، ديما كنحاولو نخليو هاد الخويطات شويه واسعين. شو بحال مع الطريقه هادي. دابا غنختمو هنايا ها هو، وهنايا احسن حاجه باش ملي ندير
راني نحاول نحبك على على الحرير ديالي باش ما يبقاش ليا باين هكا. دابا ها همايا، دابا غنرجع فيه. ها هو سالي ليا الحرير، غادي نوريكم كيفاش ديرو. غادي ندير نثبتو هنايا وندير حرير اخر خيط جديد ونرجع لكم البنات. هانتوما هانتوما البنات، من بعد ما درت خيط جديد هنا غادي نديرو نثبتو الخيط ديالنا بحال ما هكا على هادي. دابا غنعودو غادي نحبكو على ثلاثة ديال الخيوط، هذا اللي سالي لينا غادي نحبكو عليه واحد شوية، ومن بعد غادي نقطعو نشدو مع الاخرين باش ما يتسلتش لينا، ونبداو نحبكو سبعة د الحبكات ديالنا اللي مالفين كنديرو. ضروري نحسبو باش يجينا العبار هو هذاك، نشدوه باش ما يطيحش لينا مزيان، نحاولو نشدوه. هاد الجوج هادو هو الثالث. دابا درنا الثانيه الثالثه ها الرابعه خمسه. نتمنى تكون الطريقه واضحه لكم، وما تنساوش لايكات البنات، ما تنساوش تشاركوا معنا ان شاء الله، ويوصلكم ديما الجديد. ضغطوا على الجرس و التعليق ديالكم حتى هي كتزيد تشجعني. هنا دابا غادي نخدم هاد الفوقانيه هادي اللي كنديرو فوق منها الدريه الصغيور. هذا ما تنساوش انه ضروري نحبكو عليه، ومن بعد عاد نقطعو. ها هويا ما خدمتش عليه هنا، ولكن انا نعاود ندخلو ها هو باش نحبك عليه. ها وحده ها جوج ها ثلاثه. دابا غندير الدريس ديال واحد هنايا هادي، وغندير ثلاثه ديال الدورات باش كيجيني الدرس واقف بحال ما هكا. هزو يدينا الفوق، نخدمو هنايا هاديك الدوره، ندورو عب شويه بحال هكا، ونحاولو نشدوها باش يجينا واقف، جينا مزيان بحال التاج بحال هكا. شو شوفو هادي. دابا نخدمو ثلاثة اللي بقاو هنايا، ونقطعو هداك الخيط اللي بقى لينا. صافي دابا راه حنا حبكنا ليه مزيان، يعني ما غاديش يتحاول يتحل لينا. نقطعوه، نحاولو نقطعوه من جدر عندك، نضربو لاخر هكا. صافي ونخدمو دابا جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. دابا نعاودو نثبتو هكا، ونبدا وحدة أخرى وغادي بحال ما هكا. نتمنى تكون الطريقة واضحة لكم، وتجربوا هاد الفكره هادي ديال هاد الدريس اللي كيجي زوين بزاف مع راندا ديال الحبكه. كما كتشوفوا ديما كنخدم وحده ونقص وحده هكا. شوف كيف كيجي، كيشكل الشكل ديالو كيجي زوين بحال التاج. هانتوما طريقة، ما تنساوش البنات ضروري البرا تكون نمرة سبعة، حيت العقيق ديال الجوهر الا ما كانش نمرة سبعة راه ما تخدمش لكم، وبطبيعة الحال الحرير يكون بروم على ثلاثة ديال الشعرات. نخدم هادي ونرجع عندكم البنات باش تشوفوا كيفاش كتجي. هانتوما البنات شو الشكل النهائي ديالها، نتمنى ان شاء الله يعجبكم وتطبقوا هاد الدريس هذا
اللي كيجي زوين بزاف بزاف. والسلام عليكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.